مثل كل عام اختلفت وتنوعت أمنيات الشعب العراقي بحلول العام الجديد 2022 ما بين أمنية يعم الأمن والأمان على عراقنا الحبيب وبين اللي يتخرج من وقت وبين الناس اللي صار لهم أكثر من 10 سنوات مو شايفين العراق ورجعوا حتى يقضون رأس السنة وسط أهلهم وناسهم ومحبيهم. خلونا نتابع. كل عام والشعب العراقي بألف خير بقدوم سنة 2022 وإن شاء الله يا رب تحقق كل أمانيكم وإن شاء الله السنة يعني ترجع شو ما كانت العالم يرجع مثل ما كان وإن شاء الله سنة حلوة وخير عليكم وعلينا. أنا جاية من كندا واختارينا نحتفل ب 2022 بالعراق. Happy New Year's everybody. كل عام وانتم بخير صحة وسلامة. أتمنى أكون تنعاد سنة جديدة إن شاء الله يا رب وحلوة وشوفكم بالأفراح يا ربي. إن شاء الله سنة خير على العراقيين يا ربي أجمعين وسنة فرحة ويرجع الأمن والأمان يا ربي. هابي نيو إيه. كل عام الشعب العراقي بألف بألف خير. سنة سعيدة وكل عام العراق بألف خير. سنة سعيدة وكل عام الشعب العراقي بألف خير وتنعاد عليكم الصحة والعافية. نيت سنة 2022 إن شاء الله يعم الأمان الشعب العراقي. وأول شيء يعني أقوله إن شاء الله نخلص من هاي الغمة اللي عمت علينا اللي هي فيروس كورونا وإن شاء الله السنة القادمة لسنة 2022 إن شاء الله نخلص منها. ونتمنى للشعب العراقي نقول لهم كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله وإن شاء الله الفرحة تعم على كل بيت لأن السنة اللي فاتت فقدنا أعز أصدقائنا وأعز أحبابنا وإن شاء الله السنة الجاية نتمنى انه تظل الفرحه للدوم ان شاء الله وان شاء الله يعني العم الامانه على الشعب العراقي كله. امين. والله تهنئه. والله احنا قبل كل شيء احنا نتامل الخير ان شاء الله على السنه الجديده باذن الله ويبدو بالافق اكو من الخيرات ان شاء الله على العراقيين فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق العراقيين ويجعل سنه خير وبركه ان شاء الله ان شاء الله. وكل عام وان شاء الله الشعب العراقي بالف خير وسلام ان شاء الله. والله أحب أقدم إن شاء الله يا رب يرجع الأمان هاي أول شيء وأتمنى لهم يا رب تستقر الوضعية. أنا على فكرة أنا عايش خارج العراق صار 17 سنة هاي أول جاي لبغداد حسيت أكو تغيير حسيت أكو شوية تغيير نقول 50% بس أتمنى للعراق العظيم يرجع أكثر وأكثر وأكثر ونكون أفضل من قبل وأتمنى يا رب سنة سعيدة على العراق. كل عام والشعب العراقي بخير وكل عام الشعب العراقي بخير من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال وسنة سعيدة على الشعب العراقي وأتمنى يرجع العراق يوقف بحيله من ناحية الإعمار والاقتصاد وبنفس الوقت تعيين الشباب بنفس الوقت أتمنى من طبعا الشركات الأجنبية أن تجي العراق وتعمر حتى الشعب العراقي طبعا أتمنى أن يتطور أكثر طبعا. مهنا الشعب العراقي خاصة والعالم الإسلامي عامة بمناسبة حلول عام 22 وطلب إن شاء الله عام 22 تثبيت شريحة المحاضرين تعبنا كلش ومتأذين وإن شاء الله خير على الشعب العراقي أجمع.